طيب حاجة تانية، هل يعني من مات وعليه صيام مثلا رمضان فيجب قضاء الصيام عنه؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنه الصلاة. قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن العلماء من يقيده بصيام النذر. فإذا أردت الأفضلية صمت، لكنه ليس بواجب على أوليائه، لأن أولياؤه لا يجب عليهم إلا رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: ماذا فرض الله علي من الصيام يا رسول الله؟ قال: لشهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع.